وأسعد الله صباحكم بكل خير. مكان التغطية خميس مشيط حي الخالدية مقابل فندق قصر السحاب، وفرعنا الثاني في حي الضياف، وفروعنا في مدينة الرياض مخرج 29 شارع بلال بن رباح، وفي مدينة جدة شارع 60 شمال دوار الفلك. تسوق ممتع للجميع. اليوم بإذن الله راح أوريكم في الجديد وصل عندنا للمركز. بداية راح أوريكم الصحون الورقية الحلوة هاي جاية في مات رمضانية. عندنا الحجم هذا صغير في 40 حبة، جايب فيه الفوانيس، وهذا حجم أكبر يجي فيها 30 حبة، وفي الشكل هذا اللي يجي عليه عبارات في 6 حبات. وفي كمان عندنا الأحجام الكبيرة جاية بكذا ثيم، هذا كمان ثيم مختلف، هذا في 4 حبات، وهذا كمان ثيم مكتوب عليه عبارة رمضان. وسعر المجموعة لأي شكل تختارونه 5 ريال بس. وهذه كمان أشكال ثانية، هذه فيها 5 حبات، وهذا آخر شكل معانا وهذا فيه 6 حبات. ومن قسم الصحون الملونية صحون التقديم توفرت كمان عندنا قيمات رمضانية مختلفة، هذا قيمة الفوانيس وكمان جايب كذا ديزاين، سعر الصحن الواحد 5 ريال. وفي كمان القيمات الحلوة هذه قيمة الفنتو شكله مرة حلو، وكمان في من البرتقال، وسعر صحن التقديم الواحد 5 ريال بس. ومن قسم الصحون السيراميك وصلت معانا تشكيلة مرة حلوة، جاية باللون الأبيض وكمان جاية بكذا ديزاين، هذه أشكالها. هذا الحجم المستطيل تاخذ الحبتين ب5 ريال، هذا حجم مربع حجمه كبير تاخذ الحبة ب5 ريال، وفي الشكل الحلو هذا هذه تاخذ 3 حبات ب5 ريال، وفي كمان الأشكال هذه تنفع للسلطات تاخذ الحبتين ب5 ريال، وهذا حجم دائري وكمان حجمه كبير وتاخذ الحبة الواحدة ب5 ريال بس. ومن قسم التحف والهدايا شوفوا جمال التوزيعات، القزاز اللي وصلتنا شكلها مرة حلو، هذه جاي عليها شرايط باللون الأبيض تاخذ 3 حبات ب5 ريال، هذا شكل ثاني جاي بشرايط خيش كمان تاخذ 3 حبات ب5 ريال، وفي الأشكال الحلوة هذه كمان نفس الشيء، وفي الشكل الحلو هذا جايب ورد دوار الشمس وتأخذ 3 حبات ب5 ريال بس. وهذه تشكيلة لتمريات القزاز جايب أحجام كبيرة كمان جايب كذا شكل، وسعر التمرية الواحدة 5 ريال بس. وهذه تشكيلة للزبديات المعدن جايب مسكة معدن من الأطراف سعرها 5 ريال، وفي الأشكال هذه تجي مسكة بلاستيك من الأطراف أحجامها متوسطة، سعر الزبدية الواحدة 5 ريال. وفي كمان عندنا تشكيلة للصواني المعدن حجمها من متوسط إلى كبير، وفي كمان عندنا الأحجام الصغيرة اللي زي كذا، وسعر أي صينية 5 ريال بس.
حسوني نكساتهم جميلة، وأيضا أسعارهم 5 ريال. هذه ألوانهم، شوف هنا الشكل الثاني، أيضا هذه الأكواب طقمهم تجي 2.5 ريال، أكواب سيراميك. نجي نشوف الطقم الثاني نفس الشيء، أي كتاب 5 ريال. هذا الحجم من الكاسة تجي 2.5 ريال. مجموعة هذه من الصفايات تجي 3.5 ريال. وفي أيضا اللي أكبر شوي، هذه حجمها كبير تنفع للشوربة، أيضا سعرها 5 ريال. شوف هذه الصحون، في منهم أشكال وأيضا سعرهم 5 ريال. هذه الصحون مرة جميلة، مكسرات التمر، القشطة، الفواكه، أسعارهم 5 ريال فقط. أيضا هنا في أشكال من التمريات نفس الشيء، أسعارهم 5. نجي هنا لمغارس الأقراص تجي 3 حبات في 5 ريال. كمان هذا مغارس السكر نفس الشيء، 3 حبات. أيضا كاسات سيراميك حجمها كبير وسعرها 5 ريال. هذه تجي 3 حبات. هنا أيضا ركوت القهوة التركي ضد الحرارة وسعرها 5 ريال. هذا الصحون السيراميك تجي 3 كاسات. أيضا هنا قوالب السوفي أو أي غاز أو حاجة ثانية تجي 2.5. أشكال كثيرة من الكاسات وتجي 3.5، في بعضهم 4.5. هذه الأشكال، في هذه تجي 4 حبات 5 ريال. أيضا في هذه الحافات السيراميك، في منهم أحجام وسعر الكتبة 5 ريال. أشكالهم جدا جميلة وضد الحرارة أيضا. هذا أيضا صواني حجمهم صغير، هنا برات سيراميك. أيضا هذه الكاسات تجي 2.5 ريال، وفي كمان طقم الصحون منها. أيضا هنا الفخارية تجي 4 حبات 5 ريال. أيضا هنا الأكواب
كرميك صار 5 ريال. شكرا.